تتجه أنظار العالم اليوم إلى إقليم كردستان العراق، حيث وجدت قلعة أربيل التاريخية بعد أن أعلنت وكالة ناسا أن القلعة من أقدم المدن المأهولة بالسكان. ورد اسمها في الكتابات السومرية باسم أربيلو وتعني الآلهات الأربعة، كما ذكرت باسم خورليك وتعني معبد الشمس. انضم هذا الصرح إلى قائمة التراث العالمي عام 2014. حقيقة بدأ الاهتمام يقل ويضمحل بدل ما يزيد، لأنه اطمأن وأنها دخلت. فالاهتمام من أين يجي؟ الاهتمام يجي من تخصيص المبالغ وتوفير الإمكانيات البشرية للموظفين. تعد القلعة مكاناً مهماً للزيارات المدرسية لإثراء المعرفة في الأبناء بتاريخ الأجداد، وهبها الله جمالاً ساحراً فجعلها قبلة جديدة يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم. هي مكان جميل وهواء نقي، لكني لا أعرف كثيرا عنها، وأقصدها كل مرة أتي إلى أربيل بسبب مظهرها الخارجي وجماليته. تعاني قلعة أربيل اليوم من قلة الدعم المادي، ولم يشفع لها انضمامها للتراث العالمي، ورغم وجود أنشطة اقتصادية مثل معرض النسيج والأحجار الكريمة، إلا أن ما توفره تلك المعارض من سيولة لا تفي بالغرض. هي لا تفتح أبوابها إلا لمن يريد الخير لها. قلعة أربيل الحصن المنيع لساكنيها، ظلت عصية على الغزاة وآخرهم كان هولاكو. هذه القلعة اليوم تستقبل أبوابها آلاف السائحين من الذين يقصدونها. عبد الحق الناصري، أربيل،